طبعا كتير بنشوف دلوقتي أطفال مصابين ببعض الأمراض الوراثية، وبيزداد للأسف هذا الأمر، وده نتيجة أنه ما بيكونش فيه الزوجين المقبلين أو الشباب المقبلين على الزواج، ما بيكونش فيه فحص مبكر للسلامة الصحية والنفسية كمان. ودي من ضمن الأهداف اللي بتستهدفها طبعا مبادرة 100 يوم صحة، الكشف على المقبلين على الزواج لضمان طبعا استقرار الزواج، ولازم يكون في شهادة، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا والضرورية في عقد القران، لازم يكونوا عاملين الشهادة الصحية، وده لمصلحتهم. ده طبعا غير ملزم بالنسبة لهم، يعني لو هم قرروا ان هم يتجوزوا فهم بيتحملوا نتيجة هذا القرار لو لا قدر الله بيكون في أمراض. لكن ميزة المبادرة 100 يوم صحة ان هو بيتم إبلاغ الناس بأنه لا قدر الله لو في أي أمراض وراثية هتؤثر بشكل كبير على أطفالهم، فيجب أن يكون في حذر أو أن احنا نعالج هذه الأمراض. خدمة أيضا من ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المبادرة أنه خدمة الكشف والفحص عن سرطان الثدي ضمن طبعا الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرأة المصرية. نهلة لما قلقت على نفسها ما فكرتش مرتين، خدتها وطلعتها على الوحدة المتنقلة لأن عندها سرطان الثدي، بس الحمد لله كانت في بدايته. لحقوها وادوها العلاج وتابعوا معاها لحد ما خفت، رجعت تكمل حياتها عادي. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.